بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. أنا نور ودي قناتي، وأتمنى لو عجبتكم وصفتي النهاردة متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي. وصفتي النهاردة هتكون طريقة عمل المخمرية السايلة، هنعملها في البيت بأقل تكلفة وبأفضل نتيجة. هتكون مبيض ومرطب ومعطر بعطر جذاب وساحر هيدوم لمدة طويلة جدا. تقدري بقى تستخدميها لتعطير كامل الجسم وكمان الشعر، وهتكون فكرة مشروع مربح جدا من البيت. نبتدي بقى نشوف الطريقة والمكونات. لعمل المخمارية السايلة انا هحتاج للعبوات الزجاجية الصغيرة دي، والعبوات دي بنجيبها من اي محل تركيب عطور، طبعا الحجم بقى بيكون حسب رغبتك. بعد كده بقى بفتح العبوات الزجاجية دي بالشكل ده، وعلى فكرة الازاز دي بتكون متوفرة ومش بتكون غالية خالص، يعني بتلاقيها في اي محل تركيب عطور بتكون رخيصة جدا. ولو اخدتي منها بقى عدد كبير لعمل مشروع تجاري مثلا هتكون سعرها ارخص كمان. اول مكون بقى هضيفه في الازاز دلوقتي هتكون الوان المايكا او الجليتر، اي حاجة تكون متوفرة عندك تقدر تستخدميها، بس الافضل لو متوفر عندك الوان المايكا دي هتكون افضل وهتديكي نتيجة حلوة جدا. كمان لو حابة تعملي المخمارية من غير اي لون هتستغني عن الخطوة دي. عشان بقى انقل الوان المايكا او الجليتر في الازاز الصغيرة دي ممكن استخدم بقى الخلة، دي هتكون افضل حاجة ممكن تستخدميها علشان كمان فتحة الإزازة بتكون صغيرة جدا، وكمان احنا مش بناخد غير كمية بسيطة جدا من الألوان. باستخدام بقى الخلة بضيف كده الكمية اللي أنا محتاجاها، سواء بقى كمية كبيرة أو صغيرة بتظبط انت بقى اللون، بضيف بقى بالتدريج كده كمية صغيرة. أنا ضفت بقى كده في إزازة اللون الذهبي وإزازة اللون الفضي، وسبت إزازة كده من غير اللون عشان لو حابين برضو نعمل المخمارية من غير اللون نشوف برضو شكلها. هحتاج للجليسرين، والجليسرين ده من الحاجات اللي بتفتح البشرة جدا وبترطبها وبتقضي على البقع الداكنة والتصبغات الجلدية حتى لو بقالها فترة طويلة جدا، وهنا بقى في الوصفة هيكون مثبت للعطر وفي نفس الوقت هيساعد على خلط واندماج كل المكونات مع بعض بشكل كويس جدا. هضيف بقى دلوقتي الجليسرين في الأزاز دي، هتكون كميته 3/4 حجم الإزازة، أيا كانت بقى الإزازة اللي انت هتستخدميها هتضيفي 3/4 من الجليسرين. أسهل وأفضل حاجة بقى ممكن استخدمها لنقل الجليسرين في الأزاز هتكون السرنجة، وطبعا لازم تكون سرنجة لسه جديدة عشان تبقى معقمة وعشان المخمارية ما تفسدش. هبتدي بقى دلوقتي باستخدام السرنجة انقل الجليسرين في الازايز وهملها ل3/4 حجمها. انا ضفت بقى 3/4 حجم الازايز كده من الجليسرين، هرجها بس مرة واحدة عشان المكونات تندمج مع بعض. رجيت الازايز مرة واحدة بس كده عشان اللون يندمج كويس مع الجليسرين، وطبعا لو حسيت ان الدرجة خفيفة ممكن تزودي شوية كمان من بودرة اللون. المكون بقى الاساسي عندي في الوصفه هتكون الزيوت العطريه، ودي بنجيبها من اي محل تركيب عطور، تقدري بقى تجيبيها على ذوقك وحسب رغبتك. ممكن بقى تجيبي زيت ياسمين خام او زيت ورد، او ممكن تجيبي زيوت زي شانيل او جادور او سكادا او سي ارماني، اي حاجه بقى تكوني بتفضليها وحسب رغبتك. هنكمل بقى دلوقتي الازاز دي بالزيوت العطريه، وده بيكون طبعا حسب رغبتك. كل ربع ازازه بقى هنكمله باي زيت عطري بيكون حسب الرغبه وحسب المفضل عندك. كملت بقى الربع الباقي في كل ازازه بزيت عطر مختلف، يعني تقدري بقى تنوعي كمان في الزيوت. هرج بقى دلوقتي الازازه كويس جدا، طبعا هقفلها في الاول وبعد كده هرجها. ده بيكون شكلها بعد ما غطيتها، وده بيكون بقى شكلها بعد ما رجتها كويس جدا. بعد كده بقى هتنشفي الازاز كويس جدا بمنديل وهتغطيها، وده بيكون بقى الشكل النهائي للمخمريه السايله. بعد بقى ما بجهز المخمارية ما بستخدمهاش بقى على طول، بتفضل بقى خطوة أخيرة إن أنا باخد المخمارية دي وبحطها في التلاجة لمدة يومين، وبعد كده بحطها بقى في أي مكان يكون مظلم أو معتم لمدة أسبوعين أو 3 أسابيع أو حتى لمدة شهر. الخطوتين دول بيكونوا مهمين جدا قبل الاستخدام، لأن بيساعد على تفاعل كل المكونات مع بعض وبتبقى ريحتها حلوة جدا، كمان ثباتها بيكون أقوى. بعد بقى ما بتحطيها في التلاجة لمدة يومين وبعد كده بتحطيها في مكان مظلم أو معتم لأطول فترة ممكنة، كده خلاص بتكون جاهزة للاستخدام. مدة صلاحية المخمرية دي بقى بتكون تابعة لمدة صلاحية المكونات اللي انت استخدمتيها في عملها، كل ما كانت المكونات جديدة وصلاحيتها لسه طويلة كل ما كانت برضو مدة صلاحية المخمرية دي طويلة جدا. يعني انت بقى لو هتعملي بيها مشروع تجاري لازم تراعي الخطوة دي، او تراعي المعلومة دي لازم تراعيها كويس جدا، ان انت تستخدمي مكونات لسه جديدة وصلاحيتها طويلة. المخمرية دي بقى بتستخدميها لتعطير كامل الجسم، وافضل وقت لاستخدامها هيكون بعد ما بتاخدي الشاور على طول وجسمك لسه مندي كده. بعد ما بتخرجي من الشاور بتحطي بقى عليه المخمريه السايله دي، بتكون نتيجتها هايله، بتفضل ثابته معاكي جدا خاصه لو استخدمتيها زي ما قلت بعد استخدامك للشاور وبشرتك لسه منديه، بتثبت معاكي جدا. لو حابه بقى انك تستخدميها لتعطير الشعر برضو بعد غسل الشعر والشعر لسه مندي،
هتاخدي جزء صغير من المخمارية دي وتعطري بيها أطراف الشعر بس، بتدهنيها على الأطراف مش على كامل الشعر. لو حابة بقى تعملي مخمارية لتعطير كامل الشعر، هتستبدلي الزيوت العطرية أو العطور الزيتية اللي احنا ضفناها في ربع الإزازة الأخير بزيت الورد أو زيت الياسمين، لأن الزيوت دي هتكون مفيدة جدا للشعر، وبكده تقدري بقى تستخدميها لتعطير كامل الشعر، هتكون آمنة جدا في الاستخدام، كمان هترطبه جدا فوق ان هي هتعطره. المخمارية السائلة دي كمان بتعمل على تفتيح البشرة لأنها بتحتوي على الجليسرين، والجليسرين ده بيكون مفتح ومرطب هايل، يبقى هتفتح بشرتك وكمان هتنعمها، فهتكون مناسبة جدا للاستخدام على البشرة في فصل الشتاء لأنها بترطب البشرة جدا. كمان بتعمل كمزيل لرائحة العرق الكريهة، بتخلصك من الريحة دي وبتعطر الجسم بريحة بتدوم لمدة طويلة جدا، وكمان على الشعر بتعطره وبتخلصك من الروائح الغير مستحبة في الشعر نهائيا. وبكده نكون عملنا المخمارية السائلة في البيت بأقل تكلفة وبأفضل نتيجة، فهتكون بقى فكرة مشروع مربح جدا من البيت. تقدري بقى تعملي المشروع ده، بيكون مربح جدا وكمان مدة صلاحيته بتكون طويلة. تقدري طبعا انك تعملي المخمارية شفافة من غير اي لون لو مش متوفر عندك الوان المايكا او الجليتر، زي العلبة الاولى اللي انا عملتها شفافة دي، برضو بتكون نتيجتها حلوة جدا، مش بتختلف اي حاجة خالص في الخواص والفوائد، هو بس مجرد لون. بالنسبة بقى للالوان اللي انا ضفتها دي، لما بتيجي برضو تستخدميها على بشرة الجسم بتديكي لمعة حلوة جدا. ممكن نشوف كمان دلوقتي شكل المخمارية، شايفين بقى نتيجتها حلوة جدا، شايفين بقى قوامها بتكون متجانسة كويس جدا مع اللون، وبتكون سهلة الفرد جدا على البشرة، كمان ريحتها خرافية. أتمنى طبعا ان تكون وصفتي النهاردة عجبتكم، لو عجبتكم متنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من وصفاتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.